بسم الله وعلى الله وبالله نستهل هذا اليوم المبارك ألا وهو يوم الجمعة، ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أسعد الله أوقاتكم متتبعين الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه. أما بعد، فسنتحدث إن شاء الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودة عن فضل يوم الجمعة وأهميته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. نعم، ماذا نفعل في يوم الجمعة؟ أولا الاغتسال، أن نغتسل، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. الحديث رواه البخاري. نعم، ثانيا إحسان الوضوء والإتيان بآدابه وسننه، والتبكير لصلاة الجمعة، والإنصات للخطبة، وتفهم الموعظة، والنهي عن العبث ولغو الكلام، وكل ما يشغل العقل والقلب أثناء الخطبة. ثالثا قراءة القرآن، وبالأخص سورة الكهف، لتكون نورا ما بين الجمعتين. رابعا اقتناص الفرصة الذهبية، وتحري ساعة الاستجابة، وتحري ساعة الاستجابة والدعاء فيها بإخلاص لله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر يوم الجمعة: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. تبارك الله ما شاء الله. خامسا الإكثار من الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني وهناك صيغ كثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم، فأعمال المسلمين تعرض عليه صلى الله عليه وسلم تكريما له ولأمته، وليستغفر لهم ويطلب اللهم مزيد من الرحمة. عن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ما أجمل يوم الجمعة، ذنوب تغفر، هبات تعطى، حاجات تقضى، وأمنيات تتحقق. ولا تنسوا الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة الكهف، والدعاء في آخر ساعة من نهار الجمعة لعلها تكون ساعة استجابة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.